نعمل لنجتهد ونساعد الضعيف ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. صلي على طه الأمين وعلى آله الأكرمين رسول رب العالمين في الأولين والآخرين. في قلب دمشق القديمة وداخل أسوارها التاريخية يقع مسجد بني أمية الكبير بدمشق، الذي يعد أبرز معلم من معالم الحضارة العربية الإسلامية في سوريا، بل ومن أهم المنشآت المعمارية الحضارية في العالم الإسلامي. يعتبره المؤرخون معلماً يحكي قصة توارث الحضارات. كانت أرضه مخصصة للعبادة منذ مئات السنين، فقد عبد فيه الآراميون آلهتهم في مطلع الألف الأول قبل الميلاد، ثم بنى فيه الرومان معبداً لهم على أنقاض معبد الآراميين. وبعد انتصار المسيحية على الوثنية أقيمت كنيسة داخل المعبد تحمل اسم القديس يوحنا المعمدان. وبعد الفتح الإسلامي لبلاد الشام عام 14 هجرية اقتسم المسلمون هذا المعبد الكبير مع المسيحيين ليقيموا الصلوات فيه، وأقام المسلمون مسجدهم مستقلا عن بناء الكنيسة يجمعهم سور المعبد، وبقوا كذلك حوالي 70 عاما من الزمن حتى تسلم الوليد بن عبد الملك سدة الخلافة الأموية سنة 86 هجرية، وأجرى مفاوضات مع الرعايا المسيحيين في الدولة الإسلامية تنازل المسيحيون بموجبها بكامل العدل والرضا والطرق المشروعة عن الكنيسة المجاورة للمسجد، وأعطاهم بدلاً عنها كنائس جديدة في أماكن مختلفة من مدينة دمشق. وقد هدم الوليد بناء الكنيسة وكل ما كان داخل جدران المعبد من منشآت رومانية وبيزنطية، وأشاد الجامع الكبير وفق مخطط مبتكر يتلائم مع شعائر الدين الإسلامي وأغراض الحياة العامة، فجاء فريداً في هندسته، متميزاً في تصميمه، متقناً في بنائه، إماماً في فن العمران. شيدت المساجد الكبرى في العالم الإسلامي فيما بعد على نسقه، وظل المعماريون يستوحون منه قروناً طويلة. في عهد الخليفة الراشدي الخامس عمر بن عبد العزيز حاول المسيحيون استرداد الكنيسة، فهم عمر بإجابتهم، ثم عرض عليهم أن يعطيهم زيادة عما أعطاهم الوليد جميع كنائس الغوطة، فرضوا وكتبوا الكتب بذلك. الحمد لله على نعمه العظمى وأياديه الجسيمة، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا المكان المبارك المشرف في الجامع الكبير بدمشق، مسجد بني أمية، حيث تقدم أصحاب الهمم في هذا الموطن الشريف من قبل، أصحاب الأعمال بصدق، وأصحاب الإتقان بصدق، وأصحاب الأخلاق بصدق، الذين فقهوا مقصودهم من الحياة فقاموا وشمروا عن سواعد الجد في الخدمة.
هذا المسجد المبارك، هذا المسجد العظيم هو نتاج لهمة في العمل، همة معنوية وهمة حسية. أما الهمة المعنوية فهمم الصادقين الذين علموا ودرسوا في هذا المكان، ومن خلالهم سطعت أنوار الإسلام في هذا البلد وفي مشارق الأرض ومغاربها. وأما الهمم الحسية فالهمم التي شمرت عن ساعد الجد في تشييد هذا المعمار الكبير الذي شيد في زمان لم تكن فيه وسائل المعمار قد تيسرت على هذا النحو. وكانوا يذكرون عن الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه كان يجد في نفسه شيئاً من كثرة البذخ الذي برز في هذه العمارة، وما طعمت به من الذهب ومن الصدف، وكان يعتزم على أن ينقص بعض ذلك منها ويضعه في مال المسلمين، في بيت مال المسلمين. وبينما هو في هذا العزم إذ جاءه وفد من بيزنطة من الروم ليتفاوضوا، فأخذوا يتجولون في دمشق. فلما دخلوا إلى هذا الجامع الكبير ورأوا ما فيه من العمارة وما فيه من الإتقان ومن الإحسان في العمل، قال أحدهم وكان من يرافقهم من المسلمين يسمع، قالوا: كنا نأمل أن نسترد دمشق مرة أخرى والشام، لكن بعد هذا الذي رأيناه يئسنا من أن نعود مرة أخرى لنحتل هذه الأرض أو نضع أيدينا عليها. فلما بلغت المقالة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه أبقى هذه العمارة على ما هي عليه، وربط بذلك مظهر العمارة بنية صالحة، وهي إظهار معنى من معاني عزة هذا الدين ومكنة هذا الدين. في بداية هذا المجلس أود أن أقرأ عليكم حديثاً عن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، له صلة بما نحن بصدده. هذا الحديث أورده أبو داود في سننه، قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسأله، أي يطلب منه مالاً، أي يطلب عطاءً، يسأل من المسألة يسأله، فقال صلى الله عليه وسلم: أما في بيتك شيء؟ ما تمتلك شيء من الدنيا حتى تأتي وتطلب تسأل؟ أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، أي قطعة من القماش الرخيصة، بعضها يكون تحتنا إذا أردنا النوم والبعض الآخر نتغطى به، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب، أي وعاء لشرب اللبن والماء، وقعب نشرب فيه من الماء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ائتني بهما. قال فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: من يشتري هذين؟ قال: رجل أنا آخذهما بدرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم يكررها مرتين؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله آخذهما بدرهمين. فباعهما رسول الله عن الرجل بدرهمين وأخذ الدرهمين، وقال للرجل صلى الله عليه وآله وسلم: خذ هذين واشتري بأحدهما طعاما لأهلك وبالآخر قدوما وأتني به. القدوم هو الفأس الحديد. فذهب الرجل وفعل، فلما جاء بالقدوم قال: ضع فيه خشبة، فوضع فيه الخشبة، وقيل أن النبي قد وضعها بيده، وقال: اذهب فاحتطب وبع الحطب على الناس في السوق وأتني بعد 10 أيام، وقيل في رواية أخرى بعد 15 يوما. فغاب الرجل الأسبوعين ورجع، فقال: يا رسول الله ها قد حصلت على 10 دراهم. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للرجل: اذهب فاشتري ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. ثم قال: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة، أي نقطة، أي وصمة في وجهك
يوم القيامة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أي شديد لم يعد معه شيء حتى يأكل، لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، صار عليه غرم من دين شديد ركبه لظرف طارئ أو دية قد وجبت عليه، أو لذي دم موجع. فهذه الثلاث الحالات التي أذن فيها صلى الله عليه وسلم بالدين. هذا الحديث الذي قرأته لكم الآن فيه إشارة إلى أمر عظيم، وهو أن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد ربى أصحابه وربى أمته من تربيته لأصحابه على عدم البطالة، على أن لا يعيش المسلم أو المؤمن عالة على غيره، ألا يعيش ضعيف الهمة، ليست له همة ينتهض بها بعمل صالح في هذه الحياة ينفعه وفي الآخرة. هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقرأ في السيرة أن بعض حديث العهد بالإسلام كانوا يأتون إلى رسول الله، ومن الأعراب من كان يأتي إلى رسول الله فيقول: يا رسول الله أعطني فيعطيه، يا رسول الله زدني فيزيده. وقد تألف قلوب بعض كفار قريش من زعمائهم بالمئة من الإبل وبالمئتين من الإبل، تأليفا لقلوبهم وتخليصا لهذه القلوب من البغضاء والضغينة والحقد والحسد. لكنه في مقام التربية لما جاء له هذا الصحابي، لأنه من الذين رسخ الإيمان في قلوبهم من الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لم يقبل رسول الله منه أن يعيش على المسألة، بالرغم من أن الرجل كان فقيرا. سمعتم في الحديث أنه كان لا يملك إلا وعاء للشرب في بيته، وقطعة من القماش نصفها يكون تحت جسمه وزوجته، والنصف الآخر يتغطيان به، ومع ذلك لم يقبل منه رسول الله مع هذا الفقر الذي كان يعيش عليه أن يعيش عالة على غيره، أو أن يعيش وله استشراف إلى ما في أيدي الناس، ما دام يستطيع أن يعمل، ما دام قادرا على العمل فالمؤمن صاحب همة. إذن المؤمن لا يقبل أن يعيش على البطالة. فلماذا إذن يعيش العدد الكبير من المسلمين اليوم وهم راضون بالبطالة، وهم راضون بأن لا يكون لأحدهم مهمة في هذه الحياة، ليس له وجهة، ليس له هدف، ليس له غاية، ليس له نية، ليس له ما يفكر فيه في ارتقائه مع الله جل جلاله، في حاله مع الله علما وعملا، وفي اكتسابه في يومه وليلته، وفي خدمته لأمته؟ لماذا تتفشى البطالة بأرقام تذهل الناس في العالم العربي اليوم فضلا عن غيره من العالم الإسلامي؟ البطالة عددها جاوز 10 ملايين عاطل عن العمل. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك مع ما يتكلم عنه الناس من الأنظمة والحكومات والمؤسسات أمر آخر أعمق من ذلك، أمر يرجع إلي وإليك، وهو أن الكثير من المسلمين اليوم فقدوا المقصود من حياتهم أن يكون أمامهم هدفا. لهذا يتكلمون اليوم عن 10 أو 15 مليون عاطل لا عمل له، وهو شاب يستطيع أن يعمل، ويلقي باللوم على هنا وهناك، لم يفكر أن يزرع، لم يفكر أن يرعى الغنم، لم يفكر أن يأخذ مهنة أو حرفة يستطيع بها أن يقتات، أن يأكل العيش حلالا مما يرضي الله عز وجل. أو نوع آخر من البطالة يسميها البعض من العصريين اليوم المقنعة، البطالة المقنعة، أي أن يعيش يظن في نفسه أنه يعمل، يصبح من الصباح يذهب إلى العمل ويجلس على طاولة العمل الذي يعمل فيه إلى نهاية دوامه في 8 ساعات، لا ينجز عمل ساعة واحدة، فإذا سئل أتعمل يقول نعم أنا موظف برتبة كذا، أنا عندي وظيفة كذا، يظن أن العمل هو ما يترتب عليه من مال أو من مرتب يأخذه، ويغفل عن أن معنى العمل للمسلم أعظم وأعمق من ذلك. أو التاجر الذي لديه الأموال الطائلة ولديه المؤسسات الكثيرة، وسلم هذه المؤسسة إلى هذا يديرها وإلى هذا يديرها وإلى هذا يشرف عليها،
وهو يرضى لنفسه أن يبيت سهراناً يقلب القنوات الفضائية، وفي النهار إلى منتصف النهار هو نائم، فهو لا يقوم بشيء من العمل إلا القليل من التفقد لمؤسسته هذه أو تلك، هذا أيضاً يعيش بطالة. إذن ما مفهوم البطال عندنا معاشر المسلمين؟ مفهوم البطال ليس الفاقد للوظيفة وليس الفاقد للمال، البطال عندنا هو الذي يمر عليه يومه وتمر عليه ليلته وليس له همة ينتهض بها إلى الله سبحانه وتعالى، ليس هو بمشغول بعلم يكتسبه يتعلمه من أمر دينه أو من أمر حياته يشغل باله وفكره ووقته وجهده، وليست له همة في أمر يقضيه في خدمة هذه الأمة، فليس هو في وظيفته يفكر في كيفية سد هذا الثغر الذي هو قائم فيه، وليس هو في تجارته مشغول بهمة رفع حاجة الأمة، وليس هو في صناعته مشغول بثغر من ثغور الأمة، إنما هو مشغول باكتساب الدينار والدرهم، أو مشغول بالنظر إلى المنزلة بين الناس، ما هي شهادتك؟ ما هي رتبتك؟ من أي وظيفة أنت؟ من أي درجة أنت؟ لهذا نجد المئات من الآلاف بل الملايين ممن يوظفون لا هم نفعوا أمتهم في دينها ولا هم نفعوها في دنياها. ما السبب من وراء ذلك؟ قالوا السبب من وراء ذلك ضعف الهمة، ضعف الهمة، ضعف الهمة، وضعف الهمة يرجع إلى ضعف الهم، أي أن القلب الذي لا يحمل همًا في هذه الحياة ليؤدي من خلال هذا الهم مهمة في الأيام التي يعيشها قليلة في هذه الدنيا لا بد وأن تضعف همته في إقباله. سيدنا ربيعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجل من الصحابة رضي الله عنه، كان مع الحرس الذين كانوا يحرسون رسول الله قبل أن تنزل آية العصمة، فلما نزلت آية العصمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة قد عصمني الله تعالى من الناس فلا أحتاج إلى الحرس، فانصرف الصحابة إلى بيوتهم وبقي سيدنا ربيعة هذا. فكان ربيعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبيت طول الليل على باب رسول الله، فإذا احتاج رسول الله إلى شيء من الماء يشرب هرول إلى رسول الله يقرب له الماء، وإذا احتاج إلى شيء باشر خدمة رسول الله. فقام رسول الله ذات ليلة والتفت من بعد منتصف الليل فوجد الرجل قائما، فقال يا ربيعة ما منعك عن أن تنصرف إذ أذنت لكم بالانصراف حيث أغناني الله عن الحرس وقد عصمني؟ فقال يا رسول الله أما وإني لم أقف حارسا ولكن قلت لعل حاجة تعن لك يا رسول الله، يعني وقفت خادم لك يا رسول الله. فسر رسول الله منه، وكل من كانت له همة في الخدمة لا شك وأن رسول الله يسر منه، فسر رسول الله منه وقال له صلى الله عليه وآله وسلم سلني ما شئت، هذه في صحيح مسلم هذا النص، سلني ما شئت، رسول الله يقول للرجل اطلب، فقال يا رسول الله دعني إذن أفكر أعطني فرصة، المسألة ليست سهلة. في بعض الروايات في غير صحيح مسلم أنه قال ما لي من حاجة يا رسول الله، ماذا أريد وقد أكرمنا الله بك وأخرجنا من الظلمات إلى النور؟ قال سلني ما شئت، قال إن كان ولا بد فدعني يا رسول الله حتى أنظر. قال فرجعت إلى نفسي فقلت لو أني طلبت من رسول الله الدنيا بما فيها لسأل الله لذلك ولا أعطاني غير أنها تفنى وتنقضي. ثم أقبل على رسول الله وقال يا رسول الله أسألك، قال سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ اطلب شيء ثاني أو غير ذلك؟ قال مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذه الهمم يا إخواني التي هي الأصل في حياة المؤمن، في حياة المسلم، أن يعيش وهو لا يقبل أن تمر عليه الأيام والليالي ليست له مهمة، ليس له مقصد، ليست له غاية من هذه الحياة. العامل الذي يصبح وله نية صالحة من العمل بأن يقوم بحاجة المسلمين وأن يكتسب ما يعف به نفسه وأهل بيته عن الحرام
أن يأكل الطعام الحلال إذا خرج وله هذه الهمة وبدأ في عمله وأخلص في هذا العمل ولم يرضى أن تمر عليه الأوقات وهو في عمله وهو قليل النتاج قليل الإنتاج. من الأسف أن نسمع اليوم أن إنتاج العامل اليهودي الإسرائيلي اليوم 3 أضعاف العامل العربي في إنتاج. لما ألسنا أصحاب غاية؟ ألسنا أصحاب مقصد؟ عندما نسمع أن العامل الأرجنتيني إنتاجه في اليوم الواحد 10 أضعاف العامل المسلم العربي، عندما ننظر هذا المنظار ونتذكر أن أمة لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أن تعيش حياة البطالة، نرجع إلى أنفسنا. من أين تبدأ هذه البطالة؟ تبدأ من أن يصبح كل واحد منا وهو لا يدري ماذا أمامه، ماذا يصنع، ما مقصوده من الحياة. ولو كان موظفا، ولو كان مديرا، لو كان تاجرا، لو كان طالبا، أيا كان، إذا أصبحت من فراشك وليس أمامك مقصود تصبح عليه، لا تعيش أنك عبد لله خلقك الله لتعيش متقربا إليه، وأنك خليفة الله في هذه الأرض، أن الله قد استخلفك، وبما أن الله قد استخلفك فأنت مسؤول عن هذه الأرض، مسؤول عن هذا العالم الذي أنت فيه. إذا أصبحت وأنت تعيش مثل هذا المعنى فلن يقف أمامك شيء، لا ظروف، لا أحوال، لا أوضاع، لأنك تعيش تصبح وتمسي وأنت عامل. وما معنى أنك عامل؟ أي أنك متقرب إلى الله في حياتك. سمعنا في التلاوة في صلاة المغرب أن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسمع كلام الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي أن المؤمن لا يرضى أن تفوت عليه أنفاسه وذرة من ذرات أعماله لا يعيش فيها معنى قرب من الله جل جلاله، في أحواله كلها، في محرابه وفي مصنعه، في منبره على منبره وفي مزرعته، في أحواله كلها هو صاحب عمل، لا يرضى أن يعيش بغير عمل. الحق جل جلاله سبحانه وتعالى ذكر العمل في القرآن العظيم 300 مرة، ما بين يعملون ما بين عامل، اعملوا على هذه الألفاظ 330، ما يقارب أو يزيد عن 330 مرة. ولما ذكر الصلاة ذكرها أقل من 100 مرة في كتابه سبحانه وتعالى. وفي كثير من الأحيان يذكر الصلاة مقرونة بالزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فجعل الصلاة مقرونة بهذه الهمة. لما؟ لأن الصلاة عمل، وإذا صحت الصلاة أورثت صاحبها أن يعيش حياة العمل. وفي المجلس القادم إن شاء الله عز وجل يأتي الحديث عن مفهوم معنى العمل عند المسلم، ما الفرق بين كلمة عمل عند المسلم وبين كلمة عمل عند غير المسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا نحيا حياة البطالين في حياتهم. اللهم أحينا حياة السعداء، حياة من أحببت، وأمتنا ميتة السعداء، ميتة من أحببت. اللهم ارزقنا السعادة في أحوالنا كلها، وارزقنا كمال الإقبال عليك وكمال القبول لديك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف، ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف، ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف.